للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت. سيد محمد، بعد تحية مشروعات ضخمة وتوسعات كبيرة في المشروعات التنموية في الصعيد، اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح أكبر مجمع لصناعة الأسمنت والرخام والجرانيت. كيف سينعكس هذا المشروع على تنمية الصعيد بشكل عام وأيضا على هذه الصناعة الهامة في مصر؟ اهلا وسهلا، اهلا بك، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا اكيد مشروعات دي مشروعات تنمويه، مشروعات استثماريه بتخدم منطقه الصعيد، وواضح ان في اهتمام بمنطقه الصعيد ومواطني الصعيد عشان نشغل الشباب اللي هناك، ودي مشروعات تدر داخل وليها قيمه مضافه على مصر ان شاء الله. تمام. طيب باشمهندس، يعني حينما تقوم الدولة بافتتاح هكذا مشروعات، أثر هكذا الأمر على القطاع الخاص وأيضا على الحفاظ على فكرة التنافسية في الأسواق؟ أنت رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، كيف ترى هذا الأمر؟ طبعا التنافس والسوق الحر ده لا يمنع، احنا بنقول ان في سوق حر وفي تنافس، ان الدوله ممكن تكون مساهمه في هذه المشروعات، القطاع الخاص كمان يساهم في هذه المشروعات، واللي هيقدر يقلل تكلفته هو اللي هينافس. تمام. طيب باشمهندس، الرئيس يتحدث ايضا عن افتتاح عدد من المشروعات الاخرى في محافظات الصعيد خلال المرحله المقبله، هكذا مشروع الذي تم افتتاحه اليوم في مجال الاسمنت، ويعني هكذا امور دائما تستخدم في البنيه التحتيه، اثر وجود مثل هذا المصنع الذي يعد انجاز بكل المقاييس، نتحدث عن انجازي في 18 شهرا فقط بدل من 4 سنوات، كيف يؤثر وجود هذا المصنع على فكره التنميه وفكره البنيه التحتيه وتطوير البنيه التحتيه بشكل عام، ليس فقط في الصعيد وانما في كافه المحافظات المصريه؟ طبعا وجود مثل هذا المصنع بهذا الحجم وهذه القوه هيؤثر بشكل ايجابي جدا في سعر المنتج. بدل ما يبقى القطاع الخاص بس بيشتغل فيه، يكون في كيان برضه حكومي يأثر في سعر المنتج، بس لازم يكون بالشكل والحجم اللي هو اتعمل به مصنع بني سويف. تمام. وطبعا اكيد هيأثر بالايجاب على الاسعار. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، شكرا جزيلا.